السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بخصوص الفريلانسر بيقول حضرتك تنصحني ان يكون معايا زميل او اكثر وفي مجالات ايه او بيكونوا بيعرفوا ايه؟ طيب بداية انت بتعمل شبكة علاقات مع الناس اللي عندهم شغل وعايزين يعملوه، يعني شركات او اشخاص بتعمل معاهم شبكة علاقات، وبتعمل شبكة علاقات مع ناس في نفس المجال بتاعك، لو بحيث لو انت مثلا شغال عمارة فتبقى عارف كذا واحد عمارة بيعملوا شغل فريلانسر كويس، بحيث لو حصل واتزنقت في الشغل تبعت لهم شغل، وحس لو انت ما عندك شغل وهم زنقوا في شغل يبداوا يدوك ويكملوا، لان ما ينفعش في فرنسا تقول له انا عندي ظرف خاص بيا او بتاع. يعني انا كنت شغال في قطر ونزلت مصر فشفت حد كويس اعتمد عليه يكمل الشغل اللي انا مش قادر اخلصه في مصر، وبقيت الشغل ممكن اتابعه. تعرف برضو بقية الاقسام اللي حواليك بحس ممكن تقدروا تعملوا مشروع مع بعض. شبكة العلاقات دي اهم حاجة في الفريلانسر، ناس عارفاك ان انت شغال كويس، ناس تقدر تعتمد عليك وتعمل شغل تبعتهولك تعمل لها شغل، ناس تكملوا بعض، ناس معاك في نفس الحاجة تقدر تعتمد عليهم هم يعتمدوا عليك وتكملوا في شغل بعض لو حصل ظرف بحيث ان الشغل ما يقفش. فالفكرة كلها في شبكة علاقات لازم تكون عاملها وتقدروا تشتغلوا مع بعض مشروع واثنين وثلاثة. وجرب، يعني جرب ولقيت واحد مثلا مش مستريح معايا دور على حد تاني، يدور على حد تالت لحد ما تلاقي حد ملتزم في الوقت وملتزم في الجودة وتقدر تعتمد عليه يبيض وشك ان شاء الله.